جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: زوجي في بداية حياتنا الزوجية كان يقوم بجميع النوافل من العبادات، والآن بدأ يقصر، وعندما أذكره بالله أو أحثه على صلاة الليل أو صيام يومي الخميس والاثنين يقول إنه متعب ووقته كله خارج المنزل، وعندما أذكره بالديون التي عليه يقول: النية موجودة، إنني سوف أسدد ما علي من دين إن شاء الله، وتمضي الأيام والشهور والدين كما هو. هل من نصيحة عبر برنامجكم العامر؟ جزاكم الله خيرا. أولا، إذا كان محافظا على الفرائض فترك النوافل أمر سهل، لا يوجب أن المرأة تنتقده في ذلك، لأن النوافل مستحبات، إن جاء بها فهي زيادة خير، وإن تركها فلا حرج عليه، إلا الرواتب التي مع الفرائض فإنه لا ينبغي تركها، وكذلك الوتر لا ينبغي تركه لا في حضر ولا في سفر. أما ما زاد على ذلك من النوافل المطلقة ومن صيام يوم الاثنين والخميس، فهذا إن جاء ففيه خير كثير وهو مستحب، والمسلم بحاجة إلى العمل الصالح، وإن ترك شيئا منه فلا حرج في ذلك. نعم.